النهارده اليوم العالمي لسلامه الغذاء اللي بيهدف لتعزيز الوعي العالمي بسلامه الاغذيه ومنع المخاطر اللي بتنقلها الاغذيه. عشان كده منا نعرف تفاصيل اكتر عن اليوم ده واهميته وازاي نتاكد من سلامه الاغذيه في ظل طبعا ارتفاع درجات الحراره اللي احنا بنعيشها اليومين دول. معانا عبر الهاتف دكتوره امال محمود خبير سلامه الغذاء. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم، ازاي حضرتك؟ النهارده اليوم العالمي لسلامه الغذاء، ايه الهدف من تخصيص هذا اليوم؟ والله هو اليوم العالمي لسلامه الغذاء هو يوم انشاته الجمعيه العامه للامم المتحده سنه 2018 علشان نزود الوعي بسلامه الغذاء. وطبعا هي بتنظمه منظمه الاغذيه والزراعه ومنظمه الصحه العالميه، ورصدوا يوم 7 يونيو من كل سنه علشان ان احنا يعني ان احنا نحتفل بهذا اليوم. طبعا في كل سنه من السنوات بيعملوا زي ثيم او بيعملوا فكرة. زي يعني حمله لليوم العالمي ده هو على اساس انها يعني يكون لها او كل عام بيعملوا بيرعوا حمله معينه. فمثلا كان في حملات زمان مثلا يعني مثلا سنه 23 العام الماضي كانت الحمله المواصفات القياسيه تنقذ الارواح. جميل. السنه دي عنوان الحمله بتاعتنا سلامه الغذاء تاهب لغير المتوقع. الحقيقه اصلا اليوم العالمي لسلامه الغذاء ده لما اتعمل علشان ان هو يوجد لنا اجراءات ويساعد في اكتشاف واداره المخاطر، ده من ناحيه الحكومات، وكمان يحافظ على الصحه العامه ويحقق الامن الغذائي والازدهار الاقتصادي. طيب فهي الفكره يعني ازاي بيحصل الكلام ده؟ لان هو يعني الامن الغذائي علشان يتحقق الناس لازم الاغذيه اللي بتاكلها تكون اغذيه امنه علشان تديهم رفاهيه وصحه ونماء. وبالتالي ده مش هيخليهم يغيبوا عن الشغل بتاعهم او مش هيخلي الحكومه تصرف كتير عن الامراض المنقوله عن الغذاء. وبالتالي هيتحقق الامن الغذائي ويتحقق الازدهار الاقتصادي كمان. طيب انا هاخد من كلام حضرتك واقول ان الاغذيه تكون امنه، بنبقى خايفين ان ساعات بتبقى في مخاطر بتنتقل عن طريق الغذاء، ازاي اتاكد ان انا باكله اكل سليم وكويس وهيبسطني ان انا اكله ويغذيني مش يتعبني؟ هو الحقيقه في بعض الامراض المخاطر اللي بتنتقل عن طريق الغذاء. المخاطر دي بتكون مخاطر طبعا طبيعيه او مخاطر أو مخاطر. دكتورة أتمنى أنك تبقي موجودة في مكان فيه شبكة أفضل لأن الشبكة مش واضحة معانا. كده مش تمام مع فضلي يا فندم. تمام. كده تمام؟ اتفضلي. بالنسبة للمخاطر اللي بتبقى منتقلة عن طريق الغذاء زي ما قلنا هم بينحصروا في إن في مخاطر طبيعية، في مخاطر كيميائية، في مخاطر بيولوجية، وفي مخاطر مايكروبيولوجية. هي أكثر المخاطر اللي إحنا بنقلق منها ويعني عليها فوكس أكثر، هم كلهم طبعًا مخاطر معنوية أو سيجنيفيكانت في مجال سلامة الغذاء، ولكن أكثرهم اللي بيسببوا حوادث تسمم الغذائي هي الميكروبات. وبالتالي احنا بنأكد على أهمية ان الغذاء بتاعنا يتم التعامل معاه بطريقة نحافظ فيه على ان الحمل الميكروب بتاعه او ان هو ما يحصلش ليه تلوث الميكروبات الضارة اللي بتؤدي إلى انتشار الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء. جميل. طب دكتورة أمال، يعني إحنا اليومين دول عايشين طبعا ارتفاعات شديدة جدا في درجات الحرارة، تأثير الارتفاعات دي على سلامة الغذاء وأنا إزاي أخزن الأكل بتاعي بشكل آمن وصحي ولا يضر بصحتي؟ هو الحقيقة يعني إحنا عندنا لو مسكنا الترمومتر كده بتاع اللي هو بتاع الغذاء اللي هو مش الترمومتر اللي بنقيس بيه درجه حراره الجسم، لا الترمومتر المئوي اللي بنقيس بيه درجه حراره الاغذيه، وده بيبقى يعني عليه تدريج من 0% فاحنا عندنا درجه اسمها او مجال في الترمومتر ده اسمه درجه الحراره الخطره او الرينج يعني الدينجرس زون اللي موجود، وده بيكون من 5 درجه مئويه ل 62 او 63. تمام؟ فاحنا دايما بناكد على ان احنا لما نيجي نعد الطعام سواء هنحفظه بقى في الثلاجه او هنحفظه في او هنطهيه لازم ان احنا نعدي درجه الحراره الخطيره دي. يعني لما اجي اشيل الاكل في الثلاجه لازم احفظه على درجه حراره 4 درجه مئويه. تمام. مش على 5، ولما اجي اطهيه فوق درجه ال 63 فوق 62 درجه.
ربنا يسلم ان شاء الله ونقدر ان احنا ناكل اكل صحي ويكون فيه فايده لجسمنا. كل شكر ليكي دكتوره امال محمود خبير سلامه الغذاء.